بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندي شرح التطبيق بوكيت. يفيدك انه اذا عندك رابط بتويتر او مقطع يعني او مقال وحبيت انك تحفظه وارجع له باي وقت عشان اقراه، استخدم التطبيق هذا يفيدك بشكل كبير. نشوف الطريقة على تويت بوت. أول شيء كيف نفعل اللي هو البوكيت على تويت بوت. نروح هنا وبعدين نروح للحسابات والإعدادات أو الأكاونت والسيتينجز. بعدين نروح للسيتينجز هنا، بعدين نحدد اللي هو حسابي او حسابك الشخصي. هنا اللي هو الملف اللي هو البرنامج اللي راح تحول، يعني اذا عندك شيء راح اقراه راح تقراه مثلا بوقت، يعني بوقت ثاني او يعني باي وقت راح مثلا اقرا مقال او شيء، عندك احد هالاشياء هذه وتختار البوكت منه عشان يحول لك الرابط على البوكت نفسه. وهو هذا الملف هذا انه او يعني اول حاجة هذه انه تستخدم انه اذا مثلا عندك مقال او فيديو على اي من البرامج هذه اختر بوكت. خلاص الان يتفعل على تويت بوت. تختار اي رابط مثلا. اختار مثلا الفيديو هذا، اضغط على الرابط، بعدين اختار send to bucket. خلاص الان حول المقطع الى البرنامج، بس انتظر الى نهاية الشريط هذا. خلاص الان يشتغل معك عادي. هنشوف اذا مثلا المقال هذا أبي أنقله للبرنامج. أختار send to bucket. خلاص الآن يروح للبرنامج نفسه. أنتظر بس إلى نهاية الشريط مثل ما قلنا عشان يفتح معك بدون مشاكل، اي او بدون ما يقف. فافضل شيء انه اذا انتهى الشريط الان انتهى الشريط. افتح المقال بشكل عادي وحتى الصور واضحة كأنك في سفاري يعني. هذا اللي كان عندي اليوم، حبيت اشرح لكم البرنامج هذا. وحياكم الله على تويتر، حسابي زيد أبل، وجزاكم الله خير.